فكان سيدنا زكريا عليه السلام عندما يدخل يعجب، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لاحظوا أيها الأحبة، آيات الرزق مرتبطة بالله مباشرة، مرتبطة بمشيئة الله وليس بالعمل والجهد والأسباب والذكاء وغير ذلك، لا، كله مرتبط، لأن الأسباب يسببها الله، والذكاء الذي لديك هو عطاء من الله. إذن الذي يرزق هو الله. الآن أيها الأحبة، والذين هاجروا في سبيل الله، الهجرة هنا ليس من الضروري أن تترك وطنك وأرضك وتذهب لتهاجر. الإنسان عندما يهجر الشر، هذه هجرة في سبيل الله. عندما يترك أكل المال الحرام، هذه هجرة في سبيل الله. يعني الهجرة لها أنواع: هجرة مكانية، تغادر من مكان إلى مكان، وهجرة تتعلق بنوع العمل، تهجر المعاصي. أنت أدمنت على النظر إلى النساء مثلا، أو الأشياء الإباحية أو غير ذلك، أهجر هذا العمل، هاجر في سبيل الله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، إذا تركت هذه المعاصي وهاجرت هذه المعاصي، ما هي النتيجة؟ ثم متت، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. حتى لو عشت 100 سنة على فكرة، وإن الله لهو خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. الآن أيها الأحبة، لو تأملنا آيات الرزق نجد أنها كلها مرتبطة بالله عز وجل وبمشيئته، حتى إن هذا الإله العظيم: يا من ضاق بك الحال وضاقت بك الدنيا ولم تجد وسيلة، ولكن الوسيلة موجودة لأن الله موجود سيسخر لك، ولكن مشكلة فيك، مشكلة أنك تلجأ لعباد الله وتنسى الرزاق العظيم. يجب أن يكون لديك ثقة بهذا الإله العظيم. الثقة أيها الأحبة هي مفتاح الرزق على فكرة. انظروا إلى هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أنا الآن أتعرض لضيق في الرزق، ضيق معين، هناك سميع يسمع دعائي، أقرب إلي من نفسي، وعليم أعلم بحالي من نفسي، وأعلم بما يصلحني، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. الرزق أيها الأحبة قد يكون قاتلا أحيانا، صدقوني، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا الرزق الذي يأتي إليك ما دمت مع الله فأنت غني جدا، لأن ثقتك بالله وحبك لله ورضاك بقضاء الله عز وجل، هذه هي السعادة. وإلا ما الهدف من المال أيها الأحبة؟ هل الهدف أن تجمع المال؟ الهدف من المال أن تكتسب السعادة. طب إذا كنت لا تملك أي شيء ولكنك مع الله، تمتلك ثقة عالية بالله عز وجل وصدق كلامه. يعني مثلا إنسان سيأتيه مبلغ كبير من المال بعد سنة مثلا، واستيقن بذلك خلال هذه السنة، حتى لو جاع ومرض وعطش سيكون أسعد ممن لديه المال، لأنه ينتظر وعدا سيأتيه. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة هو من المحضرين.
الوعد الحسن، هذه الآيات هي وعد حسن لنا أيها الأحبة. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يخاطبك أيها الأحبة. ينبغي عندما نقرأ هذه الآيات لا نقرأها وكأنها موجهة لأناس في المريخ، هذه موجهة لي ولك، خطاب لك مباشر. عندما تسمع قول الله يا أيها الناس، أنت المعني بهذا الخطاب. عندما يقول لك اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أنا سأعلمكم آية الآن أيها الأحبة. أنا الحقيقة كنت أكررها كثيرا في حالات ضيق الرزق، وكان لها مفعول يعني مفعول السحر، ولكن مع الثقة بالله ومع تطبيق ما أمرك الله به تكرر هذه الآية 7 مرات، والرقم 7 كما قلنا له أثر، لأن الله عز وجل كما أنه ميز يوم الجمعة على سائر الأيام، وميز شهر رمضان فضله على سائر الأشهر، وفضل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهكذا الله فضل الرقم 7 واختاره كعدد للطواف حول الكعبة وعدد السماوات والأراضين إلى آخره. فتكرار الآية 7 مرات هذا له مفعول السحر. الآية هي في سورة الشورى أيها الأحبة، الآية رقم 19. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هنا أراد القرآن أن يأخذ تفكيرك باتجاه أنه لا قوي إلا الله ولا عزيز إلا الله، فهذا القوي سيمدك بقوة من عنده إذا التجأت إليه، وهذا العزيز سبحانه وتعالى سيعزك ويغنيك عمن حولك إذا ما سألته ووثقت به وتمسكت بحبل الله المتين. إذن احفظوا هذه الآية، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. إذن الله لطيف بعباده، 3 كلمات، يرزق من يشاء 3 كلمات، وهو القوي العزيز 3 كلمات، تمام؟ احفظوها، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يعني على الأقل نستفيد من هذه الحلقة أننا تعلمنا آية وحفظناها وكررناها 7 مرات، كلما أحسست بضيق الرزق كرر هذه الآية مع الثقة المطلقة أن الرزق سيأتيك، لا تيأس، ولكن الله يجعلك تنتظر قليلا لأن هناك حكمة، ربما هناك رزق أكبر من الذي طلبته سيأتيك. وهذا الكلام عن تجربة أيها الأحبة، ربما أنت تسأل الله عز وجل شيئا محددا قليلا، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك شيء أكبر بكثير وأفضل، يؤخر لك هذا الرزق قليلا، فكلما تأخر ينبغي أن تكون أكثر سعادة، لأن الله يسمعك ويراك. ونختم أيها الأحبة بهذه الآية التي تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا أولا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رزق الآخرة،
يوم لقائه عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.